بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: باب ما جاء في كثرة الكلام، وقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من جملة الكبائر ما يصدر من الإنسان من كلام، يتساهل الإنسان بالكلام ويظن أنه يذهب ولا يدري أنه سجل عليه ويحفظ، فإما أن يكون له إن كان كلاما طيبا، وإما أن يكون عليه إن كان كلاما سيئا. الله جل وعلا خلق الإنسان ومن عليه بأن خلق له اللسان وعلمه البيان، قال سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. اللسان من نعم الله، عضو من أعضاء الإنسان، وليس في الإنسان منه إلا عضو واحد، فلو جني عليه وقطع وجبت فيه دية كاملة، لأنه ليس في الإنسان له نظير. وقال سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الإنسان يتكلم ينطق ويبين ما يريد، هذا من نعم الله. ولذلك قد يكون للإنسان لسان لكنه أخرس، لا ينطق، فيفقد منفعة. العضو موجود لكن يفقد منفعته. ولذلك لو جني عليه جناية أذهبت الكلام، صار ما يستطيع النطق، أيضا وجبت دية كاملة تسمى دية المنافع، دية الأعضاء ودية المنافع. فهذا اللسان نعمة من الله عز وجل، ومنفعته وهي النطق نعمة أخرى من الله عز وجل. ولكن هذا اللسان سلاح ذو حدين، إن استعمله فيما ينفعه صار نعمة من الله عليه واستفاد منه، وإن استعمله فيما يغضب الله صار عليه ويحاسب عن كلامه يوم القيامة كلمة كلمة. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين، هذا تأكيد من الله، إن النون الثقيلة هذه مغطية للقسم والتقدير، والله إن عليكم لحافظين، واللام لام القسم أيضا، فهو تأكيد لثلاثة أشياء: القسم المقدر، والتوكيد بإن الثقيلة،
واللام لحافظين، تأكيدات من الله سبحانه وتعالى في أن علينا حافظين من الملائكة يحفظون أعمالنا وأقوالنا، يسمون الملائكة الحفظة، يتعاقبون فينا الليل والنهار كما في الحديث، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فإذا جاءت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار وحضرت صلاة الفجر وحضرها ملائكة الليل، ثم يصعدون إلى ربهم ويبقى ملائكة النهار. العصر كذلك يجتمعون النازلون والموجودون معنا، يجتمعون في صلاة العصر يصلون معنا، ثم يصعد الذين كانوا فينا في النهار ويبقى الذين نزلوا لليل، وهكذا يتعاقبون. وإن عليكم لحافظين، حافظين يحفظون أعمالكم وأقوالكم، يكتبونها عليكم كراما، هذا وصف لهم بالكرم عليهم الصلاة والسلام، كاتبين يكتبون ما يصدر منكم، يكتبونه في صحائف أعمالكم، وتواجهون به يوم القيامة لا تنكرون منه شيئا، يعلمون ما تفعلون، ما يغفلون، يمكن أنك تغيفله تعمل شيء ما يدري عنه، لا، هو يعلم ما تفعل ويلازمك، إلا في حالة، في حالتين، حالة ما إذا كنت مع أهلك، وحالة ما إذا كنت في الخلاء لقضاء حاجتك، وإلا فهم ملازمون لك الليل والنهار، يعلمون ما تفعلون. فهذا تحذير من الله جل وعلا لنا في أننا نتحفظ من هؤلاء الملائكة الكرام ونستحي منهم ونوقرهم، فلا يكتبون علينا شيئا من القبيح قولا أو فعلا. فهذه الآية فيها إثبات أن أقوالنا محفوظة مثل أعمالنا، وأنها تكتب وتسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملكان، واحد عن اليمين يكتب الحسنات، واحد عن الشمال يكتب السيئات، رقيب عتيد، ملكان موكلان به يكتبون ما يصدر منك من خير أو شر. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون، رسلنا على الملائكة، لأن الرسل يكونون من الملائكة ويكونون من البشر، فهؤلاء الرسل من الملائكة يرسلهم الله لحفظ أعمال بني آدم، وهذا من رحمته وعدله سبحانه أنه لا يضيع شيء من أعمال بني آدم ولا يفوت منها شيء. فإذا كانت حسنات فهذا من فضل الله أن تحفظ له، إذا كانت سيئات فهذا من عدل الله أن تحفظ عليه. فعلى الإنسان أن يتحفظ من لسانه. يقول بعض السلف لو أنكم تشترون الأقلام
والقرطاس للحفظة لأمسكتم عن كثير من الكلام. يعني لو أنك بس خسر مال تشري لهم أوراق وتشري لهم أقلام تنتهي تشحب مالك وتمسك عن الكلام لئلا يضيع عليك مال كثير بشراء هذه الأشياء. فكيف تخاف على دنياك ولا تخاف على ذمتك على آخرتك؟ نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجاه. نعم. الكلام يكون مذموما ويكون محمودا بحسب ما يشتمل عليه وما يدل عليه. والكلام المذموم إما أن يكون مذموما، إما أن يكون مذموما لما يتضمنه من الغيبة والنميمة والسب والسخرية وشهادة الزور والكلام المنكر، فهو مذموم ومحرم لما يتضمنه وما يترتب عليه من الآثار. وإما أن يكون مذموما لصفته كما يأتي في الأحاديث، الذي يتفيهق في كلامه، الذي يتخلل بلسانه، الذي ينافق بلسانه، فهذا مذموم لصفة الكلام الذي يصدر عنه، وهذا سيأتي إن شاء الله. فعلى المسلم أن يزن كلامه قبل أن يتكلم، فإن كان في خير تكلم وإن كان في شر أمسك. قبل يتكلم يفكر في الكلام هذا، هل هو خير ولا شر، هل يترتب عليه خير أو يترتب عليه شر. ثم إن كان طيبا مضى وتكلم، وإن كان غير طيب أمسك عنه سلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ما رأى عليه الصلاة والسلام في حديث المنام طويل، أنه رأى رجل، أنه رأى ثورا يخرج من صدع، ثور يخرج من صدع صغير، ثم يحاول أن يرجع فلا يستطيع، فسأل عنه قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة السيئة فيحاول أنه يستردها ولا يستطيع لأنها نطق بها صدر. فإذا صدرت منك الكلمة السيئة ما تستطيع أنك تستدركها، لكن لو أنك قبل تتكلم فكرت فيها لأمسكتها سلمت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليقل خيرا أو ليصمت، إن قال خيرا يغنم وإن سكت عن الشر يسلم. هذا هو المطلوب من الإنسان. وفي هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، نعم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا ووأد البنات، ووأد البنات ومنعا وهات. هذه كبائر، عقوق الأمهات كبيرة، وكذلك الآباء، لكن الأم آتى الحق من الأب، وإلا حتى عقوق الأب كبيرة من كبائر الذنوب، ليس هذا خاصا بالأمهات، لكن ذكرها لعظم حقها لما تقاسيه أكثر من الوالد مع الولد من التربية والحمل والرضاع والتنظيف وغير ذلك.
عقوق الأمهات ووأد البنات. كانوا في الجاهلية يكرهون البنات، يكرهون البنات، يقولون لأنها ما تحمل الزمار ولا تركب الخيل ولا تحمل قبيلة، وإنما هي تكون عارا على القبيلة. فهم كانوا والعياذ بالله تخلصون منها، وذلك بأن يدفنها وهي حية وتموت تحت التراب. زعمه أنه يسلم من شرها. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يوم القيامة يسألهم الله عز وجل عن هذه المسكينة التي دفنت وهي حية، بأي ذنب يعني تعمل هذا معها؟ هي لها ذنب؟ ما لها ذنب. ثم أيضا إن الله خلق البنات لحكمة، ما يصلح الرجال بدون نساء ولا يصلح النساء بدون رجال، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون. الله خلق البنات، ومن رحمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها، جعل بينكم مودة ورحمة. فالبنت فيها خير، البنت فيها خير كثير، ولكن كونها تفسد أو فهذا صنيعكم أنتم، أو صنيعها هي، أنتم اللي خربتموها، أنتم اللي لم تربوها، أنتم الذين لم تحافظوا عليها، سوء التربية. وإلا لو حافظتم على بناتكم لما حصل منهن فساد ولا حصل. والآن ينادون بتحرير المرأة وإطلاق المرأة تأثرا بقول الكفار، ويريدون أن المرأة المسلمة تكون مثل الكافرة، ينادون بهذا قبحهم الله. فسبب فساد البنات هو من قبل الآباء والأمهات. لو أنهم ربوا البنت تربية على الحياة وعلى العفة وعلى الكرامة وصانوها لأصبحت عضوا صالحا في المجتمع، ولا يصلح المجتمع بدونه. فكانوا يعملون هذا العمل، وبعضهم ما يعمل هذا العمل لكن يكرهها، يكرهها ويهينها، يكرهها ويهينها، يبقيها حية لكن مع الهوان. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون يعني يبقيها حية ويهينها، أم يدسه في التراب يعني يدفنها وهذه الموءودة؟ ألا ساء ما يزرون. هذا كان في الجاهلية، والله جل وعلا يكره هذا يعني يبغضه. والكراهية كراهية التحريم، يبغضه وهو من كبائر الذنوب. قتل الأولاد اللي هم أرحام وأقرب الأرحام وهم فروع أشد، قتل النفس من حيث هو بغير حق جريمة كبرى، لكن إذا كان قتل أقارب فهو أشد، لا سيما قتل الأولاد. كانوا يقتلون الذكور أيضا لأحد أمرين، إما أنهم يخشون الفقر من كثرة الأولاد فيقتلون الذكور، يخشون من الفقر، مثل ما ينادون الآن بأنه يحصل انفجار سكاني وأن الناس سيكثرون وتشح الأرزاق. حددوا النسل، حددوا النسل، كأنهم هم اللي يرزقون المخلوقين. الله إذا خلق نفسا قدر لها رزقها، وكثرة النسل يكثر معه الإنتاج، ويكثر معه الإنتاج، يكثر العمال، يكثر المنتجون والمخترعون عكس ما يقولون.
الأولاد فيهم خير لوالديهم وللمجتمع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. كثرة النسل مطلوب، والرزق على الله سبحانه وتعالى. هذا سوء ظن بالله عز وجل. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى ليس بأيديكم، والله ما يخلق نفسا إلا ويخلق لها رزقها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا من أفعال الجاهلية، ويريد أن يحييه كفار اليوم ومنافقي اليوم، يحيون هذه الفكرة الخبيثة تحديد النسل. هذا تأثرا بأمر الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووعد البنات ومنعا وهات، إن الإنسان يأخذ ولا يعطي، جشع، يأخذ من الناس ولا يعطي، ما يحسن ولا يتصدق ولا يعين ولا يقرض، وإنما همه جمع المال فقط وتضخيم الأرصدة، ويأخذ بالربا، بالقمار، بالميسر، بالرشوة، بالغش، كل شيء، المهم أنه يجمع المال ولا يعطي أحدا ولا ينفق في سبيل الله. ولا جموع منوع، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هل الله يكره هذا ويبغضه؟ الإنسان ينفق ويتصدق ويقرض ويوسع على الناس، هذا المطلوب. أما أنه يأخذ ولا يعطي، هذه صفة اليهود. اليهود هم الذين يجمعون المال وتغل أيديهم عن الإنفاق منه. أبخل الناس اليهود، وأجشع الناس في حب المال اليهود. وماذا نفعهم المال؟ ماذا نفعهم هذا؟ وماذا ضر الذين ينفقون في سبيل الله ويكتسبون من وجوه طيبة ويتحرون الحلال ويتركون الحرام؟ ماذا ضرهم؟ بل هؤلاء نالوا خير الدنيا والآخرة. فالله يكره منعا وهات، إن الإنسان يأخذ من الناس ولا يعطيهم، ويأخذ منهم أيضا بغير طريق شرعي، هذا أشد. نعم. وكره لكم، نعم، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجاه. نعم، هذا محل الشاهد من الحديث، كره لكم قيل وقال، يعني كثرة الكلام، إن الإنسان ما له شغل إلا قال فلان وقال فلان، قيل وقال. قيل ما يذكر الذي تكلم، قيل كذا، ذكر كذا، مع أنه ما تثبت ولا تحرى، أو أنه عرف القائل يقول قال فلان قال فلان، فلا يكون شغل الإنسان قيل وقال، يكون شغله بما ينفعه، الكلام بما ينفعه. قيل وقال، هذا محل الشاهد من الحديث، وأن الله كرهه يكون من الكبائر. نعم. عن جابر رضي الله عنه قيل وقال وكثرة، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال، كثرة السؤال. هل المراد به سؤال المال ولا سؤال العلم؟ الظاهر أن المراد الأمران. فالإنسان ما يكثر الأسئلة في أمور الدين وهو لا يحتاج إليها، إنما يسأل عما يحتاج إليه، ولا يكثر أسئلة التعنت، أسئلة التنطع،
الأسئلة اللي ما الناس ما يحتاجون إليها أو أنه يلزم منها حرج، إذا بينت يلزم منها حرج على الناس، الإنسان ما يسأل إلا قدر الحاجة في مسائل العلم، يسأل عما أشكل عليه من الدروس من المحاضرات من ما يسمع، يسأل عما أشكل عليه يتضح له، ويسأل عما وقع له من الحوادث، أنه حصل منه كذا فماذا يجب عليه، يسأل قدر الحاجة مسائل العلم، يسأل قدر الحاجة ولا يتكلف الأسئلة التي لا فائدة منها، وهي تدل على التنطع وعلى التعاظم حتى يقال أنه فاهم، أو على احتقار المسؤول، لأن بعض الطلاب وبعض السائلين يحتقرون العالم، يبي عجزونه، يسألونه علشان يعجزونه، هذا أمر لا يجوز، الله يكره هذا، يسأل على قدر الحاجة ويسأل الأسئلة التي يحتاجها في دينه ودنياه، والله عاب على الذين يسألون أسئلة ليسوا بحاجة إليها ولا الناس بحاجة إليها، يسألونك عن الله إلا يسألون عن الهلال، لماذا يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود بالنقص حتى يصغر، لماذا يسألون عن هذا؟ الله أجابهم بغير ما سأل، قال قل هي مواقيت للناس والحج، فأفتاهم بمنافع الأهلة ولم يفتهم عن حقيقة الهلال لماذا يكبر ولماذا يصغر، لأن ليس لهم فائدة من هذا، ليس لهم فائدة من صغر الهلال وكبر، تسأل تقول ما فائدة الهلال؟ نعم فائدته أن الله جعله مواقيت يعرفون بها الآجال، يعرفون بها العبادة، مواقيت العبادات من الحج والعمرة والصلوات والذلك، هذه فائدتها، أما حقيقتها فلا فائدة لنا من ذلك. وقال يسألك الناس عن الساعة، مش فائدتهم من الساعة؟ الساعة تبي تقوم لابد، والله أخبر بهذا وأنها قريبة، فالواجب أنك تستعد بالعمل الصالح، أما أنك تسأل عن وقت قيام الساعة مش فائدك من وقت قيام الساعة، ثم أيضا أنت ما تدرك الساعة، ربما تموت قبل الساعة، فأنت تستعد للموت واستعد لقيام الساعة، أما أنك تسأل متى تقوم الساعة فهذا لا فائدة لك منه، ولذلك الله لم يجبهم ولم يطلع عليه أحدا، لا نبيا مرسل لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسل، لا يعلمه إلا الله، لو كان للعباد حاجة إلى وقت قيام الساعة، إلى معرفة وقت قيام الساعة لبينه الله لهم، فلما أنه جل وعلا استأثر بعلمه دل على أن الناس ما لهم فائدة منه، هل يسألون عنها؟ يسألون أسئلة لا فائدة منها، من كثرة السؤال، هذا من كثرة السؤال. وكذلك السؤال في المال، أن الإنسان يسأل الناس أموالهم وهو لا يحتاج، السؤال إنما يجوز للضرورة، يحتاج الإنسان، المسألة لا تحل إلا لثلاثة، إما إنسان حمل حمالة لإصلاح ذات البين فحلت له المسألة حتى يصيبها ولا يسددها من ماله، لأن هذا يشرف به وهو مصلح، فينبغي يساعد، يساعد حتى من الزكاة، هذا من الغارمين، الغارمين لغيرهم، ولو كان غنيا ما يخلي يتحمل هو الغرامة، لأن هذا يشرف به ويسد باب المعروف، يساعد لأنه يسعى في خير. الثاني إنسان غني ثم افتقر، أصابته جائحة، أصابه شيء أتلف ماله، أحلت له المسألة حتى يصيب ما يسدد حياته وعيشته، أصابته جائحة تلف ماله، فاحتاج إلى السؤال، يباح له أنه يسأل، يباح له أنه يسأل، ففي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم،
قيل المحروم الذي تلف ماله وصابته جائحة فحرم منه، يحلق له السؤال حتى يصيب سدادا من عيش، ثم يمسك. والثالث إنسان معسر ما عنده شيء، فقير معروف أنه فقير، هذا يسأل قدر ما يسد حاجته ويمسك عن السؤال. أما السؤال تكثرا وما عليه حاجة فهذا محرم، يسأل جمرا. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنه يسأل جمرا، فليقل أو يكثر. بل إن الإنسان لو كان محتاج أيضا، كونه يكتسب ويتعفف ويحمل الحطب على رأسه ويشترف، أحسن له من أن يسأل الناس، كونه يحطب ويشيل على رأسه أو يروي الماء للبيوت يحمل وياخذ أجرة، أحسن له من السؤال. لكن إذا كان ما يقدر ولا عنده طريقة للاكتساب، أو أنه مريض أو ضعيف ولا يقدر يكتسب، يحلها السؤال بقدر الحاجة. نعم، كثرة السؤال وإضاعة المال. المال نعمة من الله، فلا يجوز إضاعته بالإسراف والتبذير أو الإهمال، أن الإنسان ما يبالي به، يتلف أو ما يتلف ما عليه منه، لا، يحفظ ماله ويهتم به ولا يضيعه، لأنه مسؤول عن هذا المال، والله أعطاك هذا المال ابتلاء وامتحانا من أجل أن تغني نفسك وتغني المحتاجين، فإذا ضيعته فإنك أهدرت نعمة عظيمة وعرضت نفسك للفقر والحاجة وضيعت من تمون. فالمال نعمة عظيمة يجب المحافظة عليها، ولذلك تحفظ بالدكاكين، بالأغلاق، بالأقفال، بالحراس. هذا شيء طيب أنه ما يتساهل بالأموال والضيع، لأنه نعمة من الله والناس بحاجة إليه. ولا تؤتى للسفهاء، ولا تؤتى السفهاء أموالكم، لأنهم يضيعونه. لا تعطي مالك إلا من تثق به، ممن يحسن التصرف. هذا من حفظ المال. ألا يقول هذا المال مالي وأنا حر فيه سوي فيه؟ لا، ما أنت بحر، المال مال الله جل وعلا، وأنت مستخلف فيه ومبتلى به، فيجب عليك أن تحافظ عليه. والمال ما هو لك، المال سينتقل منك إلى غيرك وينتقل من غيرك إلى غيره وهكذا. الله استخلفك فيه وسيستخلف غيرك من بعدك، فالمال ما هو لك خاصة، المال للناس جميعا، فلا تتلفه أو تهمله، تتركه يحترق، تتركه يغرق، تتركه يسرق، تتركه تقول ما علي ما كيفه، هذا ما يجوز. التبذير والإسراف لا يجوز. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإسراف نظير البخل، البخل محرم والإسراف محرم، والاعتدال هو المطلوب. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بالإمساك والبخل، ولا تبسطها كل البسط فتسرف. خلك معتدل، معتدل في الإمساك وفي الإنفاق، لا تمسك فقط ولا تبذر فقط، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا تقول هذا مالي بتصرف فيها ببذخ وأبى أفعل ما أريد، وهذا مالي وأنا حر، أبعطي نفسي ما تشتهي، أبى أسافر للخارج، أبى أعمل كل ما تشتهيه نفسي. يا أخي هذا ما يجوزك، أنت غاشل نفسك، أنت غاشل نفسك في هذا،
والمال مهوب لك، المال عارية عندك، عارية عندك، أنت مستخلف فيه، والله ينظر إلى تصرفك. الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فأنت أعطيت هذا المال ابتلاء وامتحانا، فإن أحسنت فيه استفدت منه عاجلا وآجلا، وإن أسأت فيه خسرت عاجلا وآجلا. نعم. فالشاهد منه، الشاهد من هذا الحديث كثرة قيل وقال، هذا اللي يتعلق بالباب وهو كثرة الكلام. نعم. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. حسنه الترمذي. نعم. هذا الحديث فيه الثناء على حسن الخلق، والخلق هو التعامل الحسن مع الناس بالقول وبالفعل، تتعامل مع الناس تعاملا حسنا بالقول وبالفعل، هذا هو الخلق، وهو ما يتصف به الإنسان من التعامل الطيب مع الناس. فيحسن الإنسان خلقه وتعامله مع الناس، وهذا إذا وفق لهذا يكون أقرب الناس مجلسا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ففيه دليل على فضل حسن الخلق، وهذا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. الإنسان ينبغي يكون ذا خلق حسن مع نفسه ومع أقاربه ومع الناس. وفي الحديث: إنكم لا تسعون الناس بأرزاقكم وإنما تسعونهم بأخلاقكم. فالإنسان يحسن خلقه مع الناس ويكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة إظهارا لكرامته يوم القيامة. نعم. وإن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. نعم. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. هذا على العكس، على العكس من حسن، من صاحب الخلق الحسن يكون بعيدا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الثرثار، الثرثار الذي يكثر الثرثرة كثرة الكلام، مثل ما سبق في الحديث كره قيل وقال، كثرة الكلام هذه ثرثرة. فالإنسان دائما يتكلم وكل مجلس يتكلم بمناسبة وبدون مناسبة، لا هذا ما هذا ثرثرة، حتى الناس يملونه أيضا، حتى الناس يملونه ويكرهونه، الرسول يكرهه ويكون بعيدا من مجلس الرسول يوم القيامة. فالإنسان يحفظ لسانه من كثرة الكلام. الثرثارون نعم المتشدقون، المتشدقون المتشدق اللي يتفاصح بالكلام، الإنسان يتواضع في كلامه، يتواضع في كلامه، ولو كان أنه يجيد العربية ويعرف اللغات العربية ووحشي اللغة ما يروح يجيب الألفاظ الغريبة ويظهر فصاحته، لا، يتكلم من كلام يفهمه الناس، يفهمه الحاضر، كلام تواضع. الكلام فيه تكبر، إلا أن الإنسان أظهر التفاصح والبلاغة والإغراب في اللفظ، هذا بغيض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يدل على الكبر والإعجاب بالنفس. كان الإنسان يتكلم بكلام قريب التناول يفهمه السامع، ويخاطب العالم بما يليق بالعالم، ويخاطب العامي بما يليق بالعامي، وينزل الناس منزلتهم، هذا هو
الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثرثارون نعم المتشدقون المتفيهقون، المتشدقون اللي تفاصحون في الكلام بدون حاجة إلى ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول حدثوا الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، حدث الناس بما يعرف، في الخطبة، في الموعظة، في الدرس، في حديث المجالس، ما صار عندك فصاحة وبلاغة فلا تظهرها إلا في المواطن المناسبة. أما ناس ما لهم علاقة بهذه الأمور فأنت خاطبهم بما يعرفون، تنزل معهم بلغتهم وبفهمهم، ولا تظهر نفسك في العظمة ومع إظهار البلاغة والفصاحة عند الناس. نعم المتفيهقون، المتفيهقون المتكبر، المتفيهق هو المتكبر المتباطي في نشيته الذي يظهر التبختر والإعجاب. نعم وقيل صفة في الكلام أيضا، صفة في الكلام مثل الثرثار والمتشدق والمتفيهق، كله من الصفات المذمومة في الكلام نفسه، وكلها تدل على أن الإنسان ما يتكلف في الخطاب مخاطبة الناس، وإنما يخاطبهم بما يفهمونه ولا يستصعبونه. نعم وهذا من التواضع، هذا من التواضع. نعم حسنه الترمذي. باب التشدق وتكلف الفصاحة، وقول الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم هذا في المنافقين، قل الله جل وعلا في المنافقين داما لهم إذا رأيتهم تعجبك، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لأنهم ذو أجسام نظيرة ومظاهر حسنة ويعتنون مظاهرهم، وعندهم أيضا فصاحة، أي صفة ثانية، وإن يقولوا تسمع لقولهم يعني لفصاحتهم، عندهم فصاحة، عندهم حسن في المظهر، حسن في الكلام، لكن قلوبهم والعياذ بالله كافرة، قلوبهم خبيثة، ما تغني المظاهر مع خبث البواطن، ما تغني مع خبث البواطن. المنافقين المنافقون لم ينفعهم حسن المظهر وحسن الكلام أو إحسان الكلام، ما لم ينفعهم هذا، لما كانت قلوبهم خبيثة الله ذمهم على هذا. فإذا الفصاحة أحيانا تكون مذمومة إذا استعملت للباطل تكون مذمومة، وهي صفة المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أخشى على أمتي من منافق عليم اللسان، يخدع الناس بكلامه وبشبهه وفصاحته. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن من البيان لسحرا، رواه البخاري. إن من البيان إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا، الشعر فيه حكمة، ولذلك أشعار العرب الأصيلة فيها منافع، فيها جمال لما فيها من وصف الشجاعة ووصف الكرم ومن حسن الجوار وغير ذلك. فالشعر يذكر الأشياء المستحسنة ويذكر الأشياء المذمومة، يذكر الأشياء المذمومة من الهجاء ومن المجون ومن، لكن فيه حكمة،
فيه حكمة. ولذلك قراءة أشعار العرب الأصيلة والقديمة فيها خير. أول شيء فيها اللغة العربية الفصيحة، تتعلم اللغة، وثانيا فيها حكم، مثل شعر المتنبي، مثل شعر أبي تمام، مثل شعر زهير بن أبي سلمى، حكم عظيمة يستفيد منها الإنسان لغة، ويستفيد منها سلوكا، ويستفيد منها فصاحة. الشعر فيه حكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس مذموما كله ولا ممدوحا كله، منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. ابغض الممدوح، بعكس ما هذا نفاق أيضا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. نعم، هذا مثل الأحاديث السابقة، أن الإنسان إذا أعطاه الله فصاحة وبلاغة، أو هو تعلم الفصاحة والبلاغة من أجل أن يصرف الناس إليه، من أجل أن يصرف الناس إليه ويستغل فصاحته وبلاغته لأجل أن يخدع الناس، فهذا في يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل الصرف الفريضة، هو العدل النافلة، لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، هذا وعيد، هذا وعيد شديد. وقيل المراد العدل الفدية، أنه يوم القيامة ما يقبل الله منه فدية إذا أراد أن يفدي نفسه، ولو فدى نفسه بالدنيا كلها ما يقبل منه. فالحاصل أن هذا فيه ذم، أن الإنسان يستعمل لسانه لأجل استعطاف الناس، وتكسب بلسانه، ويمدح هذا ويذم هذا من أجل العطاء، ويتخذ اللسان أداة كسب. هذا هو المذموم، لأنه ينافق، ولأنه قد يمدح من لا يستحق المدح ويذم من لا يستحق الذم، فيجني على الناس بلسانه. الإنسان لا يمدح إلا بمقدار، ولا يذم إلا بمقدار. أما أنه يتخذ لسانه وسيلة لكسب دنياه ولو على حساب آخرته، فهذا هو المذموم. نعم. ولأحمد عن معاوية رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. نعم، كما سبق، وهذا فيه لعن، واللعن يدل على أنه كبير، والكتاب كتاب الكبائر، فمن الكبائر الذين يشقشقون الكلام لأجل استمالة الناس، يتفننون فيه من أجل استمالة الناس والتأثير على الناس في صرفهم إلى هواه وإلى رغبته، أو لإثارة الفتنة. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلقيا وعلى رأسه رجل معه كلاليب يشق منخريه إلى قفاه وفمه إلى قفاه، كلما فرغ منه عادت كما كانت. فسئل قال: هؤلاء خطباء الفتنة من أمتك، خطباء الفتنة الذين يحرضون الناس على الفتن وعلى الثورات وعلى التحريش بين الناس، هؤلاء هم الذين يفعل بهم هذا الفعل الشنيع والعياذ بالله. فالإنسان يتحفظ من لسانه، غاية التحفظ،
من جميع الوجوه، ويعلم من هذا اللسان أن السلاح ذو حدين، فإن استعمله في الخير أفاد واستفاد، وإن استعمله في الشر جنى على نفسه وعلى غيره.